أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمس أكد أن المغرب يعتبر نموذجا للتسامح بالنسبة للمنطقة وبالنسبة للعالم. وقال بومبيو في بيان إن جهود المغرب لتعزيز التسامح انطلاقا من تقاليده التاريخية في حماية أقليته اليهودية وتوقيع إعلان مراكش وصولا إلى اتفاق أمس مع إسرائيل تشكل نموذجا بالنسبة للمنطقة والعالم. وأضاف أن الولايات المتحدة وإسرائيل والمغرب اختاروا السلام وعالما أفضل، مشيرا إلى أن قرار استئناف الاتصالات الرسمية والعلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والمغرب هو خطوة أخرى ملحوظة نحو السلام. وذكر رئيس الدبلوماسية الأمريكية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعترف أيضا بالسيادة المغربية على الصحراء، مبرزا أن الولايات المتحدة ما تزال مقتنعة بأن المفاوضات السياسية وحدها الكفيلة بوضع حد لهذا النزاع، مشيرا إلى أن هذه المفاوضات يتعين أن تجري في إطار مخطط الحكم الذاتي المغربي.